أكد فخامة الرئيس فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيقة على حرص جمهورية العراق على تعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين في كافة المجالات والأصعدة التي من شأنها تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين، مشيدا بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ودعمه المتواصل لنصرة القضايا العربية في كافة المحافل الدولية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي بسعادة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب والوفد المرافق على هامش الزيارة الرسمية التي يعقدها مجلس النواب البحريني إلى جمهورية العراق تلبية لدعوة من نظيره العراقي. من جانبه أشاد العرادي بما يبذله العراق من جهود واضحة لمحاربة الإرهاب مؤكدا موقف مملكة البحرين الراسخ من الحفاظ على أمن واستقرار العراق ووحدة شعبه الكريم. وللقاء المزيد من الأضواء معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من بغداد النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد علي العرادي. سعادة النائب، هل لك أن تطلعنا على مدار خلال لقائكم مع فخامة الرئيس العراقي فؤاد معصوم؟ مساء الخير أختين ومسي بالخير كذلك على السادة المشاهدين. طبعا ما زلنا باليوم الثاني على التوالي في زيارتنا، برنامج زيارتنا للوفد الموافق لجمهورية العراق. استأذنك بس قبل أن ندخل إلى ما دار مع فخامة الرئيس فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيقة، أود أن كذلك أتحدث قليلا وفي عجالة عن الزيارة التي جاءت بناء على دعوة كريمة من معالي رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، وتأتي كذلك بتوجيه من معالي رئيس مجلس النواب الأخ أحمد بن إبراهيم الملة. وتهدف طبعا هذه الزياره وغيرها من الزيارات الى تعزيز العلاقات البرلمانيه مع البرلمان العراقي وتحقيق كذلك يعني تعاون اكبر في موضوع الدبلوماسيه البرلمانيه. نعم. باعتبارها احد اهم ادوات السلطه التشريعيه الكامله الى التعريف بمنجزات البحرين في عهد المشروع الاصلاحي لسيدي صاحب الجلاله. نعم. طبعا التقينا ضمن هذه الزياره اليوم بفخامه رئيس الجمهوريه العراقيه، وإن قبل ذلك كذلك أو بعد ذلك أيضا اليوم مع معالي وزير الخارجية ومعالي رئيس مجلس النواب، وقد كنا التقينا بالأمس مع رئيس لجنة العلاقات البحرينية العراقية لجنة الصداقة ورئيس اللجنة الشؤون الخارجية ورئيس اللجنة المالية، وكان هناك كذلك لقاءات أخرى مهمة. طبعا بالنسبة للقاءنا اليوم مع فخامة الرئيس العراقي أكدنا في البداية أنا وأصحاب السعادة النواب على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للاستمرار في الأمن في العراق، وكذلك دعمنا إلى وحدة العراق ووحدة شعبه وأهمية أمنه، وبينا بأننا مع العراق في مكافحة الإرهاب، وبدأنا ثابت كذلك فيما يتعلق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. باركنا كذلك لفخامة الرئيس وللأخوة العراقيين في لقاءات أخرى مع معالي وزير الخارجية ومعالي رئيس مجلس النواب، باركنا لهم انتصارهم الأخير على داعش وغيرها من الحركات الإرهابية، وأكدنا لهم بأن البحرين تقف معهم دائما في هذا الملف وفي غيره من الملفات. الحمد لله يعني ما زالت الزيارة مستمرة وننظر لها باعتبارها زيارة ناجحة ومهمة بيننا نحن في السلطة التشريعية وبين إخواننا في جمهورية العراق الشقيقة، واللي تعكس طبعا العلاقات التاريخية والأخوية اللي تربط البلدين على مستوى القيادة وعلى مستوى الشعب. نعم. إذا من بغداد النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد علي العرادي، شكرا جزيلا لك.